لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ ابن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك؟ جاءها. قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء. قال ابن بطال: التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. الاحتجاج كثر بهذين الحديثين على اعتبار القياس الصحيح حجة ثابتة، وهذا قول جماهير أهل العلم إلا الظاهرية. وبعض التابعين قد يظن من كلامهم أنهم يقولون بقول، يعني يشبه قول الظاهرية، وقد يحتج البعض بأن البخاري قصد ذلك، والذي لا شك فيه أن البخاري يستعمل القياس ويثبته. والمسألة كما ذكرنا من قبل مسألة لا يسوغ فيها الخلاف، إنكار القياس الصحيح المستوفي شروطه الذي تنتفي موانعه ومبطلاته حجة شرعية أمرنا الله عز وجل بها في القرآن، واستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار العبور من شيء علم أو شوهد إلى غيره ليعرف أن حكمه حكمه وعاقبته عاقبته، أن حكمه حكمه أن عاقبته عاقبته. فقال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكما أن الميزان هو سبب للعدل ومعرفة العدل في المحسوسات، فأعظم منها ما كان من أمور معنوية كأمور الاعتقاد والتوحيد، فإن القياس الصحيح فيها الذي ذكر في القرآن مرات يعضد ما فطر عليه العباد وما جاءت به الرسل من وحدانية الله عز وجل. ضرب الله مثلا
رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الغرض المقصود أن القرآن يستحيل أن يأمر بالميزان في المحسوسات ويترك الميزان في المعقولات في أمور الاعتقاد، أنه لابد وأن يسوي بين المتماثلين وأن يفرق بين المختلفين. فأما أن يكون مساويا بين مختلفين ومفرقا بين متساويين بلا حجة وبلا سبب، فهذا بلا شك خلاف الميزان. الميزان انت بتعمل ايه؟ بتحط وزن وقصاده ايه؟ وزن معلوم، مش كده؟ يعني انت بتحط الكيلو مثلا، وبعدين الحاجة اللي بتوزنها بتحط لغاية ما تعايرها بالايه؟ بالكيلو. يبقى ده مثل هذا، يبقى ده مثل هذا مثل هذا، ولو حصل تفاوت يبقى ده مش مظبوط. يبقى لا، ما ينفعش ان اسوي بينهم واقول له البتاعة دي حطيت لك انا حباية طماطم قصاد الكيلو ما جابتش، يقول له هي كده كويسة. وعم احنا اتفقين هنشتري كيلو، مش هنشتري ايه؟ حاجة مش متماثلة. تقوم تلزمني بالتماثل بين المختلفين. فاذا كان الامر كذلك فلا بد ان يكون في الامور الشرعية والعقلية والامور التي يعني تتعلق بحقائق الايمان لابد ان لا نسوي بين مختلفين. ولذلك استنكر الرب عز وجل على الكفار، انكر عليهم انهم يسوون بين الوثن وبين الرب عز وجل، فكيف يحصل هذا التساوي؟ وضرب لهم الامثله التي تدل انهم لا يرضون بهذه المساواه الباطله، وأنهم يجعلون مع الله عدلا ومساويا له، فأنكر ذلك عليه. وكذلك في الأمور الشرعية فلا بد أن يسوى بين المتماثلين وأن يفرق بين المختلفين، وهذا هو الميزان. فإذا كان الأمر كذلك كان واجبا على الناس أن يعتمدوا القياس الذي أرشدهم إليه القرآن والسنة. يعني ان احنا نقول الشرع ورد في الزكاة مثلا، انا اجيب لكم الامثلة المجمع على صحة القياس فيها بجميع اختلافات العلل. يعني ايه؟ الشرع اتى بالزكاة في القمح. طب بلد بتزرع رز، ايه الفرق بين الارز وبين القمح؟ في فرق طبعا، مش كده؟ ان دي بيضة ودي ايه؟ صفرة، مش كده؟ دي بتتطحن ودي بتتطحنش. بس هل هذا مؤثر فيما من أجله زرع الناس القمح والأرز؟ هو الناس زرعوهم ليه؟ عشان يأكلوا، عشان الطعم، مش كده؟ وبيستعملوا الكيل لمعرفة المساواة فيها. فلما نلاقي إن هو إن الفقير اللي في البلد اللي بيزرعوا رز هو راح محتاج يأكل زي ما اللي بيزرعوا في البلد اللي بيزرعوا فيها إيه؟ قمح. أو حتى واحد زرع رز وقمح هقول له النص ورد في القمح ولم يرد في الأرز، فلا زكاة في الأرز. مفيش ولا حد إلا الظاهرية، وإلا بعض من قال لا تجب الزكاة إلا في الأربعة المنصوصة اللي هي في الزروع يعني. لكن هذا قول مهجور. حاجة الناس إلى أنواع الأطعمة اللي بيزرعوها دي زي دي. الأرز مختلف عن القمح بما لا يؤثر في الأحكام. وكذلك في أمر الربويات، حرم الشرع التفاضل في البر بالبر. طب الأرز بالأرز برضه، الذرة بالذرة، والحديث اللي ورد في الذرة فيه ضعف. المهم يعني الذرة دي مش هي المقصود بتاعها هو نفس المقصود من القمح والشعير؟ هي. فعلى أي الأحوال لابد أن يحرم الربا، ربا التفاضل. ما ينفعش تاخد كيلة رز، كيلة ذرة قصدي، باتنين كيلة ذرة رديء، أو ذرة صفراء بذرة بيضة مع التفاوت. لا، لازم
مثلا بمثل، وزنا بوزن، كيلا بكيل. دلوقتي الناس بطلت تتعامل بالذهب والفضة في كنقود، كثمن، كثمنيات، ولكن هي الخلقة بتاعت الذهب والفضة انها اثمان الاشياء. طب الناس النهاردة دلوقتي بتستعمل الجنيه والدولار والريال، نقول لواحد عنده مليار جنيه ما عليكش زكاة، انت عندك شوية ورق. لما يكون عندك ذهب وفضة يبقى ايه؟ عليك زكاة. والفقراء ما يلاقوش، عشان الراجل ما عندوش ايه؟ ذهب وفضة. وهذا امر يقبله عاقل ان الشريعة تأتي بمثل ذلك؟ لا يمكن. هذا مال اصبح ثمنا للاشياء. القياس الصحيح الجلي الواضح انه لابد وان يعامل معاملته في الربويات، في الامور الربويه، يعني الجنيه، الجنيه ب 2 جنيه في القروض، او بجنيه ونص، او ب 123 في الربويات، في الامور، في القرض الربوي. هقول له ده ربا، يقول لك لا، ده ما فيهوش مشكله، عشان الربا ورد في الذهب والفضه فقط، مع الاجماع الذي نقله ابن المنذر على ان المثليات ترد بمثلها. حاجة اللي لها مثل لما تقترض، لما تبقى دين، تردها بايه؟ بمثلها بالضبط، من غير زيادة. فلما واحد يقول لنا الكلام الفارغ ده، الضلال المبين، ان الناس الاوراق المالية دي مش هي انت بتقول ضلال مبين عشان مخالف القياس. ايوه، القياس الجلي يضلل المخالف فيه. لما تقول ان اصحاب رؤوس الاموال الكبرى اللي حاطينها كلها في بضاعة بمليارات، وتقول لهم ما عليكوش زكاة عشان الزكاة وردت في الذهب والفضة. طب والفقراء دي اموال، ربنا قال خذ من اموالهم. احنا على فكرة احنا لا نسلم ان الدليل قياس فقط، احنا بنحتج بالعموم اضافة الى القياس. العموم له خذ من اموالهم، الشرع خصص اموال ما يتخذش منها، يبقى يبقى الباقي يتخذ منه. الاصل ان كل الاموال يتاخد منه ايه؟ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولكن احنا بنتكلم على ان عروض التجارة دي هي في الحقيقة رؤوس الاموال. يعني واحد بيتاجر في العجول عنده 100 عجل، تمنهم كام دلوقتي؟ هو بقى بكام دلوقتي صحيح؟ 5 مليون. ها؟ 5 مليون. 50,000 يعني؟ اقل حاجة 70 80. يعني راجل عنده 7 8 مليون، ده الراجل الضعيف طبعا. المزارع الكبيرة فيها مئات العجول، عروض تجارة. يبقى نقول له لا، ما عليكش زكاة ولا في عروض التجارة حتى دي. واحد عنده مصنع بينتج كميات هائلة من الملابس، رأس ماله كله عبارة عن ملابس، ولا عبارة عن قطع معدنية، أو عبارة عن يعني أنواع من التجارة، من البضائع، من العروض. ازاي اقول له ما عليكش زكاة اذا كان الامر كذلك؟ الغرض. قال: وقد احتج الموزني بهذين الحديثين على من انكر القياس. قال: واول من انكر القياس ابراهيم النظام، وتبعه بعض المعتزلة. عجب بتوع المعتزلة دول ليه؟ لانهم بيقيسوا في العقائد التي لا يصح ليه القياس فيها. يعني يقولوا نحن لا نعلم يعني يعني سمعا الا عرضا، والعرض لا يجوز على الله. العرض اللي هو احنا سامعين، احنا عرض يعني ايه؟ كناش بنسمع لما كنا نطفه وعلقه، مش كده؟ وبعدين خلق الله لنا السمع، فالسمع ده عرض علينا، يعني شيء عارض يعني لنا. فالعرض ده بيقول لا يجوز على الله. ومين اللي قالك انك تسمي صفة الله عز وجل ايه؟ عرضا. الحاجة اللي وزيها برضو طبعا ما كان في حقنا من 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 الاجزاء والابضاع، ما هو في حقنا، هم نفوا ما في، هو عندنا عرض في حق الله، سموها اعراض، سموا السمع والبصر والحياة والقدرة والارادة والعلم والعظمة والكبرياء والملك، كل دي سموها ايه؟ أعراض، عشان هي في البشر إيه؟ أعراض. قاسوا الله على خلقه،
فانكروا ما ورد في الكتاب والسنة. العجب بقى ان هم يكونوا ايه؟ ينكروا القياس في الاحكام. وتبعه على ذلك بعض المعتزلة وممن ينسب الى الفقه داود بن علي اللي هو رأس الظاهرية. طبعا داود بن علي ما كانش بقى له وزن من غير مين؟ ابن حزم. ابن حزم هو احد اذكياء العالم لا شك في ذلك. العز بن عبد السلام يقول لم تطب نفسي ان افتي الا بعد ان حصلت على نسخة من المحلة. وكذلك شيخ الاسلام تيمية لازم يقرأ المحلة عشان يبقى عنده اطلاع على ايه؟ على لان عنده اطلاع جامد جدا ابن حزم على مذاهب السلف وسنيده وصل الى كثير من السلف. لكنه فيه بدعة انكار القياس وبدعة الطعن والسب في العلماء. البدعة دي ايوه لان السلف كانوا بيختلفوا من غير ما يقول له لا اعلم قولا اضل مما قال ابو حنيفة وهذا القول يقعد يشتم فيه بقى. طب ما انت خلاص قلت انه خطأ وخلاص في مسألة فيها اجتهاد. ولا الشافعي لو قلنا هذا القول بقى يقعد يسب في كل العلماء. ولذلك اللي بيقرأ ابن حزم في اول عمره يتأثر ويتلاقي قضية بقى الجرح عنده والشتيمة والطعن هي الايه الغالبة. فهذا هو الضرر. لكن هو فقيه قطعا فقيه. بقول لكم من اذكياء العالم. المسائل اللي هو ما خالفش فيها من اجل القياس لابد ان يعتبر قوله. أي مكان. قال وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة. ده كلام مين؟ المزني. الجماعة اتفقوا على إثبات القياس. فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق. قلنا في مسائل لابد فيها من القياس زي مسألة العول. مسألة لا نص فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخبرناش بان ايه الحل في اذا زاد البسط على المقام في المواريث. الانصبة لاصحاب الفروض تزيد على الواحد الصحيح. يعني مثلا ماتت عن زوج واخ و ومين؟ زوج وايه؟ زوج واختين. حلو قوي كده صح. الاختين لهم التلتين والزوج له الايه؟ النصف. تطلع ازاي؟ يبقى لابد من ان احنا نعمل لها حل نقيسها على ايه؟ على قسمة الغرماء في المفلس. ها؟ بيقول لك ماتت عن زوج. تقول لي رجل وامرأة؟ زي يقول لك الديك ده انتاجه قد ايه من البيض؟ ينفع كده؟ طب خلاص لما اقول ماتت عن زوج يبقى ما تقولش ميت الرجل وامرأة. هنقل البسط. ايوه هننقل المقام بقى. البسط مقام والمقام بسط بحيث ان احنا هنقسم على كل واحد هينقص من نصيبه. انا اخطات يعني قلت هنجعل البسط هيبقى مقام ونقسم على نصيب كل واحد منسوبا الى ذلك الايه المقام الجديد اللي هو هينقص من نصيبه بقدر قياسا على قسمة الغرماء. فده الصحابة استعملوا هذا الايه هذا القول. والتانيين مش هيعرفوا يقولوا ايه مش هيعرفوا يحلوا الاشكال ده ولابد ان هو يقول بالرأي. فاذا ما قاله الصحابة أولى. قال وتعقب بعضهم بالأولية التي ادعاها ابن بطال اللي بيقول إن أول هو الظهر ده كلام ابن بطال يعني هو صح كلام ابن بطال اللي هو أول ما أنكر قياس إبراهيم النظام ده كلام ابن بطال. تعقب بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي
من فقهاء الكوفة وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة. الحقيقة أنهم ينكرون القياس الضعيف وليسوا ينكرون القياس، يقول لك أول من قاس إبليس، وده صح فعلا، إبليس قاس قياس في مقابلة الإيه؟ النص، اسجدوا لآدم نص، وبعدين هو قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، مقتضاها إن الذي خلق من النار أشرف من الذي خلق من الطين، وبالتالي فلا يؤمر بالسجود له، بل العكس هو الأقرب. هو ده من الضلال المبين، لأنه قياس فاسد الاعتبار. ولو جينا نقول العلة، لو أنت عايز تقول العلة إيه، وجه تفضيل النار على الإيه؟ على الطين. لما نيجي نتكلم، هو أول حاجة فاسد الاعتبار عشان خلاف النص. طب ولو قلنا في إيه العلة لتفضيل النار على الطين، يبقى لما نقول الحقيقة إن النار فيها الرعونة وإرادة الارتفاع والإفساد، أما الطين ففيه السكون وفيه الرزانة وفيه الإنبات وفيه النفع لا الإفساد، يبقى في الحقيقة أنت أيها الشيطان الرجيم الأول من قاس قياسا فاسدا. فاللي قال كده مش قصده إنكار القياس مطلقا، وإنما إنكار القياس الفاسد. وقال الكرماني عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما، لكن لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس. قال وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته، فطريق الجمع بينهما أن القياس على نوعين، صحيح وهو المشتمل على جميع الشرائط، وفاسد وهو بخلاف ذلك، فالمذموم هو الفاسد، وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به، انتهى. وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس، فقال يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في كتاب الله. يبقى لازم يكون عارف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول بالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف. قال ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، كتاب، سنة، إجماع، قياس. الكلام ده في رد على بعض المعاصرين الذين ضعفوا حديث معاذ من أجل أنه قدم الكتاب ثم السنة. كلام الشيخ الألباني يضعف حديث معاذ من جهة المتن، يقول الكتاب والسنة بمنزلة واحدة. لازم نقول إن الكتاب والسنة منزلة واحدة من جهة التشريع، لكن الكتاب مقدم بلا شك، كلام الله، فلا يصح أن يستنكر تقديم الكتاب. والشافعي نفسه هو اللي يقول في تقديم الايه؟ الكتاب. فلا بد أن يقدم الكتاب، والإنسان إذا وجد الكتاب ينص على أمر فلا بد أن يكون هو الحق، إلا أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مثلا منسوخ أو أنه مخصص. عشان كده قال في الكتاب لابد أن يكون عالما بناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه، هو طبعا ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه، لأن الأشياء دي كلها بينت بآيات وأحاديث واتفاق السلف. قال ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه. عشان كده الشافعي بينكر الاستحسان والمصلحة المرسلة، وفي الحقيقة في نوع منها لا شك أنهم يعتبرونه جميعا، وهما إذا كانت المصلحة قطعية وكلية وضرورية، يعني خلاص مقطوع بأن الناس لو ما عملناش كده هتموت، يبقى من ضرورات، وإنها أمر عام. يعني إحنا لما بنقول مثلا قضية المصلحة تقدم على النص، إمتى؟ لو إحنا جازمين بإن إن في مفسدة
تخالف النصوص القطعية الضرورية الأخرى. يعني لو قلت للناس ما تحجوش إلا كل 5 سنين عشان يبقى صح الكلام ده، لازم نكون جازمين بأن النفوس هتهلك لو حصل خلاف كده، وأن احنا بحثنا كل الوسائل الأخرى علشان ما نمنعش هذه الطاعة لغاية ما يبقى ما فيش حل. زي ما عمر رضي الله عنه ممنوع أخذ أموال الناس إلا بطيبة من أنفسهم، حصلت مجاعة الناس هيموتوا من الجوع، فعمر الأول عمل إيه؟ قال لي قلل الأكل على نفسه وعلى غيره، يأكلوا حاجة بسيطة زي ما سيدنا يوسف علم الإيه؟ الناس إن هو تزرعون 7 سنادابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا إيه؟ قليلا مما تأكلون. وبعد كده أرسل إلى الأقطار، رغب الناس في الصدقات، وأرسل إلى الأمصار المختلفة إنهم يبعتوا إيه؟ طعام اللي ما عندهمش مجاعة زي جزيرة العرب. وعزم هو بس ما وصلش للدرجة دي، لأن الدرجات اللي قبل كده إيه؟ أجزأت. عزم إن هو هيلزم الأغنياء بإطعام الفقراء، وكل حد فغني يقول له خد معاك إيه؟ فقير رغما عنك، لو ما رضيتش هناخد منك الطعام والفلوس وندي للفقير زيادة على الزكاة للاضطرار، ده واحد مضطر، يبقى لأنه لو ما عملش كده الناس هتموت من جوع. مصلحة ضرورية كلية قطعية لازم يكون، ما هو ما وصلش لكده عشان كده ما عملش كده، يبقى ما لجأش لذلك إلا لما استنفذت كل الطرق التي تؤدي إلى يعني إلى عدم تجاوز النصوص. عشان كده عمر ما حد يقدم المصلحة المرسلة على النص، يبقى غلطان طبعا من أولها كده، ما هو كلها تبقى أنا شايف إن في مصلحة في كده، ما هو كل الدنيا بتشوف مصالحها بالعقول، إحنا عندنا المصالح لابد أن تكون إيه؟ مرتبطة بالشرع، لابد أن تكون بموازين الشريعة، ولذلك الشريعة لما تعظم شيء معين ما ينفعش إن أنت تقول لا خلاص هنعمله كأنه مش موجود، علشان حصل مثلا إن في مصلحة إحنا شايفينها في الحاجة الفلانية، لا، ده طالما في نصوص محدش يقدم شيء على الإيه؟ على النصوص لغاية ما تتأكد إن هيحصل مفسدة وفوات مصلحة ضرورية كلية قطعية. هي دي قدر المتفق عليه. وعموما أصل المصلحة المرسلة فيما ليس فيه نص. عشان كده بيتكلموا هم على إيه؟ الأصل عصمت نفس المسلم. تترس الكفار بمسلم أو بمسلمين وحطوهم في الوش عشان يخليك ما تعرفش إيه؟ ترمي ولا تضرب. طب وبعدين؟ وبيتقدموا وحطينهم في الوش لغاية ما يخشوا علينا البلد، لغاية ما احنا مش لاقين وسيلة، هيخشوا يقتلون احنا ويغتصبوا نسائنا وهيقتلوا الناس دي برضو بعد كده. يبقى انا هنا في الحالة دي مصلحة ضرورية والمفسدة برضو متعلقة بالضرورات، وكلية مجموعة بأهل البلد دي، وقطعية مقطوع بيها مفيش حل تاني. لو كان في حل تاني يكون لازم نعمله، لو في حل تاني يبقى لازم نعمله قبل ما اقول هضرب وانوي الكفار حتى لو قتل بعض المسلمين الاسرى دول. معانا كده؟ عشان كده الشافعي لما بيقول ليس لاحد ان يقول في العلم الا بشيء من هذه الاوجه اللي هي الاربعة، الكتاب والسنة والاجماع والقياس، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء. لازم يكون عارف المسألة دي إجماعية ولا خلافية، ما يجيش واحد لا يدري الإجماع ولا الخلاف يروح جاي إيه؟ متكلم بما لا يعلم. لا أنا مش قصدنا التفصيل في المسألة، احنا قصدنا ان ده نوع من العمل بالمصالح حتى عند الشافعي رحمه الله، مع ان الاصل عندي ان دماءكم واموالكم ايه حرام عليكم، بس انا لو ما ضربتش
ناويا الكفار اللي هيحصل بدل قتل واحد قتل 100، هنخش في نفوس اخرى هتعصى معصومة هتقتل وهكذا. ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل. هو العقل هنا معناها ايه؟ سلامة الحاسة، لان هذا بلا شك يدرك بنوع من العقل. ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت، وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال. والاختلاف على وجهين، فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف عليه. الخلاف المذموم الذي لا يحل هو ما خالف النص. النص معناه ايه عندهم؟ وساعات يبقى في نص ما يحتمل وجوها، مش ده المقصود بالنص. النص هنا هو ما خلاف الظاهر اللي هو في القرآن خلاف البينات. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. البينات دي عندنا آية محكمة، كتاب مبين يبين منه الحق. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يبقى الآيات التي هي محكمة لا تحتمل إلا وجها واحدا هذه من البينات. وكذا حديث صحيح ثابت واحد المعنى لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول مبين وجاء بالبينات. فما كان من الأحاديث بينا لا يحتمل وجوها في الاجتهاد ولا في المعنى فهو إيه؟ من البينات. يبقى عشان كده فهمنا كلمة النص عند الشافعي معناها إيه؟ ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. ثم ما كان من إجماع، فإن الإجماع بمنزلة النص، والقياس الجلي ملحق بهذه. فاللي خالف واحدة من الأربعة برضو دول، طب ليه قلنا القياس الجلي؟ لأن القياس الآخر أخذ ورد، لكن القياس اللي هو زي قلت لكم الرز على القمح في الزكاة وفي الربا، ده قياس إيه؟ جلي طبعا. ما فيش حد يقول إن فيه فرق بينهما مؤثر. هو هيتعرف الفرق المؤثر ده بناء على ايه؟ بناء على معرفة مقاصد الشريعة، وده مش هيعرفها الا لما يكون مطلع فعلا على ما ذكر الشافعي. يقول حتى يكون عالما بالاحكام من كتاب الله، وبعدين يقول عالما بما مضى قبله من السنن واقاويل السلف واجماع الناس واختلافهم. يبقى لازم يكون عارف بالسنة، عارف بالكتاب، وعارف بالسنة، عارف بالكتاب، يبقى عارف بالناسخ والمنسوخ والمحكم والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وعارف تفسير القرآن كما فسره السلف، وبعدين يكون عالم بالسنة. بس السنة هيضاف إليها معرفة صحيحها من ضعيفها، وأيضا خاصها وعامها وناسخها ومنسوخها. طب وبعد ذلك يكون عالم المسألة دي مجمع عليها ولا خلافية اللي هيتكلم فيها. إذن لابد أن يكون عالما بهذه الأمور، فعند ذلك هيعرف نوع الخلاف في المسألة. ما خالف البينات، الإجماع من البينات، والقياس الجلي من البينات. وأما ما لم يكن من البينات فالأمر فيه سعة. يبقى الخلاف السائغ مأخوذ من كتاب الله عز وجل، ما يبين يعني نوعي الخلاف هذه الآية الكريمة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بمنطقها ذم من خالف البينات،
ومفهومها عدم ذم من لم يخالف البينات. يبقى مسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع وليس فيها قياس جلي، يبقى للناس اللي اختلفت فيها يسعنا فيها الخلاف. بعض المتأخرين يقول لك معتمد المذاهب كله خلاف سائغ. انتوا جبتوا الدليل منين؟ هو دي البينات اللي ربنا قال عليها في القرآن؟ وانا هنحدد خلاف سائغ وخلاف غير سائغ من عندنا ولا لازم دليل برضو؟ هي مسائل الأصول، أصول الفقه لابد يرجع فيها إلى الأدلة أيضا من الكتاب والسنة، لأن دي هي القواعد اللي هيخص عليها غيرها. فما ينفعش إن حد يقول بدماغه كده إن ما تقرر مثلا في القرن التاسع والعاشر الهجري من إن ده معتمد مذهب الحنابلة وده معتمد مذهب المالكية وده معتمد مذهب الشافعية وده معتمد، اللي هو بيحددوه إزاي؟ بيحددوه باتنين تلاتة من كل مذهب. يعني ايه معتمد مذهب الشافعية؟ يقولك ما اجتمع عليه النووي والرافعي، فان اختلف كان معتمد المذهب ما قرره الرافعي. والمذاهب التانية بنفس الطريقة، اللي اختاروا فلان اللي اختاروا فلان، ويبقى ده معتمد المذهب. هنجعل حكم الشريعة مرتبط بهؤلاء واختياراتهم؟ يبقى كلام باطل قطعا. وكن إن أهل مذهب ما رأوا أن معتمد مذهبهم هو كذا ممكن يكون مخالف صراحة للأدلة للنصوص. فيكون خلافا غير سائغ. إذا إحنا عجبنا خلاف سائغ وغير سائغ منين؟ من الآية الكريمة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاللي جاءوا البينات وخالف يبقى مذموم. البينات كتاب مبين، رسول مبين، إجماع قديم للسلف رضوان الله عليهم، قياس جلي من الميزان الذي أنزله الله. قال وما كان يحتمل التأويل، يقول ما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف عليه، وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره. لم أقل أنه يضيق ولا عليه ضيق المخالف للنص. اللهم أنت الشافعي يقول القياس كله كده هو، احنا قلت لكم القياس المقصود هنا غير الجلي. لا، عشان كده قال قياسا الى مع، او ذهب القائس الى معنى يحتمل. لو جاب لي حاجه لا يمكن ان تاتي بها الشريعه، يفرق بين امرين بعله او بوصف علم يقينا من الشريعه انه لا يؤثر. زي ما قلت لكم كده، واحد هيجيب الحديث بتاع بول الاعرابي ويقول هذا خاص بالأعراب أما المصريين فلا، إيه رأيكم؟ أما الهنود فلا، لا يجوز إراقة الدلو على بولهم إذا فعلوا ذلك في مكان. كلكم تضحكوا ليه يا جماعة؟ تضحكوا عشان كل الناس عارفة أن الشريعة لا تأتي بالتفرقة بين الأعراب وبين إيه؟ وبين المصري والهندي وغير ذلك، ولا ساكن المدن ولا قطعا واخيرا. ولا عندكم شك؟ منين جبنا الكلام ده؟ من ان احنا استقرأنا جميع احكام الشريعة وادلتها ولم نجدها تفرق بين هذا وايه وذاك، فعلمنا ان اللي هيقول الوصف ده يبقى ده مخطئ خطأ بينا. وحقيسنا المصري والهندي على الايه، على الاعرابي لو حصل منه شيء من ذلك. الذهب المحلق صح. ان ايه اللي جاب إن العلة في تحريم الذهب على النساء أنه يكون محلقا أو مقطعا؟ ده وصف غير مؤثر عند العلماء. الوصف المؤثر الصحيح أنها تؤدي زكاته أم لا تؤدي زكاته، وده اللي أشار إليه الإيه؟ الحديث. قال أتؤدياني زكاة هذا؟ يتفهم من كده إن اللي أدت زكاته معلهاش مشكلة في السوار، وأنت قلت رحت جايب ده عشان متحلق. ده خلاف غير سائغ، خلاف الإجماع السابق لا يعتد بذلك. عشان كده
جبنا كلمة القياس الجلي من كلام الشافعي نفسه اللي هو قال ايه، فذهب المتأول او القائس الى معنى يحتمل. لكن لو قال معنى لا يحتمل، تأويل بعيد جدا، قياس شبه لا وصف فيه مؤثر، يبقى لا يحتمل. قال واذا قاس من القياس فاختلفوا وسع كلا ان يقول بمبلغ اجتهاده. اختلفوا في ان الربويات علة الذهب والفضة النقدية ولا الوزن، وعلة الاربعة الاخرى القمح والشعير والتمر والملح، الطعم ولا الكيل، ولا الطعم مع الكيل معا. هنقول الكلام ده كله مما ايه، احنا بنرجح حاجة بس مش هنضيق على ايه، على غيره. ها الراجح عندي ان النقدية في الذهب والفضة، ولذلك حقيس عليها كل النقود المعاصرة، والطعم في الاربعة حقيس كل مطعوم. نعم تقصد الاحتكار قصدك؟ لا، البطيخ غير مدخر، بطيخة بطيختين لا تجوز. عشان الطعم. قال وسع كلا ان يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما اداه اليه اجتهاده. قال ابن عبد البر في بيان العلم بعد ان ساق هذا الفصل، قد اتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفايه والشفاء والله موفق. صراحة موقف رائع قوي، حاجة فائدة عظيمة. مين يقول الكلام ده؟ ابن عبد البر الايه؟ المالكي. بيمدح مين؟ الشافعي اللي جاب كل الكلام ده، ولان هو متفق عليه عندهم، فبيقول ان الشافعي جاب ما فيه الكفاية والشفاء. حاجة عظيمة جدا. المتأخرين ما يعرفوش الكلام ده، عمره ما يجيب، لازم يجيب من المذهب، حتى المذهب محدد. اوعى تقرب، يعني اوعى تقرب من النووي في صحيح مسلم، مش معتمد. يا خبر ابيض، عشان بيجيب بيوافق الادله فيه، يبقى ينهون الناس عن قراءه الصحيح وشرحه عند النووي، علشان لازم ياكد له الاول معنى التقليد الاعمى ويربط له الحبل، علشان لما يقرا بعد كده عمره ما ايه، ما يسيب الحبل. يا رب اليك المشتكى. فعلا هم مين اللي شرح الاحاديث؟ اتباع المذاهب. ولذلك طريقتهم حتى في شرح الاحاديث مش مبنيه على ايه؟ على التقليد الاعمى، بيدور الحديث في دلالاته ايه؟ قال ابن العربي وغيره: القران هو الاصل، فان كانت دلالته خفيه نظر في السنه، فإن بينته وإلا فالجلي من السنة، وإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة. النقطة اللي قالها الشافعي واللي بيقولها ابن العربي واللي وافق عليها ابن عبد البر في قضية ان احنا ازاي نفهم السنة من خلال ما اتفق عليه السلف. هو مين اللي قال كلمة السلف دي؟ احنا اللي اخترعناها ولا الأئمة الكبار كلهم؟ إذن كلمة السلف مقصود بها الصحابة والتابعين وتابعيهم، الصحابة فمن بعدهم، لازم نمشي على طريقة فهمهم. يقول لك ايه اللي جبتوه من عندكم ده؟ لا، احنا نفهم القرآن زي ما احنا عايزين، مفيش لزوم ان احنا نفهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. انتم شافعية ولا مالكية ولا اي حاجة، هنجيب لكم كلام كبار العلماء اللي بيقولهم ان لابد ترجعوا الى ما اتفق عليه ليه في عقيدة أو عمل. قال وإن كانت الدلالة من السنة خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا رجح، فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب والسنة، بما يشبه نص الكتاب. ها؟ عمل
قال فإن لم يوجد أي اختلاف في عند الصحابة عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح. أنا عندي كلمة السنة متكررة عندكم كده برضو؟ لا أنا عايز نسخة تانية. الطبعة التانية ما فيهاش تكرار كلمة السنة اللي زي ما انا قريتها صح كده مش كده؟ بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق صح كده؟ هو كده مظبوط. طب تمام. قال كما سقته عنه في شرح حديث أنس لا يأتي عام إلا الذي وبعد إلا والذي بعده شر. وأنشد عبد البر لأبي محمد اليزيدي النحوي المقرئ المشهور برواية أبي عمرو بن العلاء من أبيات طويلة في إثبات القياس: لا تكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت في القرآن، إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان، لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان، ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان. يعني ايه؟ في رأي بكده، في رأي بكده. انت في الحج بقى ده اكتر حاجة تلاقي فيها ايه الطريقة دي، ان يقول لك اصل في مذهب، اصل في قول، اصل في رواية. هو بيقول لك لا يجزي، لا ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان، ان اتاه مسترشدا افتاه بحديثين فيهما معنيان، ان من يحمل الحديث ولا يعرف فيه المراد كالصيدلان، حكم الله في الجزاء ذوي عدل لذي الصيد بالذي يريان. ها؟ الصيد؟ الصيدلاني يعني واحد في محدث مش فاهم. جزاك الله خير. تمام جزاك الله خير. يعني الصيدلاني ده محدث مش فاهم فبيقول له ما تبقاش زيه. صح كده. طبيبا صيدلانيا، فقيها صيدلانيا. صح. قال احد ادله اثبات القياس يحكم به ذوى عدل منكم. المثليه هتتعرف منين؟ من حكم ذوى عدل. هيقيسوها ازاي؟ بما يريان، يبص ويشوف البدنه زي البقره مثلا، البقره الوحشيه، فهيقول له عليها بدنه او حجم او بقره اخرى او نحو ذلك. حكم يقول لم يوقت ولم يسمي، ولكن قال فيه فليحكم العدلان. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم والصالح صلى الله عليه والصالحون كل أواني صلى الله عليه وصلى الصالحون أسوة في مقاله لمعاذ: اقض بالرأي إن أتى الخصمان. وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيان: قس إذا أشكلت عليك الأمور ثم قل بالصواب والعرفان. وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها، نفس الكلام اللي هو قاله جابه تاني، اللي هو من أول من قال بنفي القياس إبراهيم النظام فتعقب. وإحنا قلنا للعامل الشعبي ومحمد بن سيرين ومن قبله الدارمي وغيرهم ليس ينكرون القياس الصحيح، ولكن ينكرون القياس الايه؟ الباطل. والمعتدل مذهب المعتدل ما قاله الشافعي ان القياس مشروع عند الضروره لا انه اصل براسه. يعني ايه؟ ما احنا خلينا مع الثلاثه التانيين، يقصد بذلك ما يلجاش اليه الا لو ما لقيتش، مش هتحطه ابتداء زي الكتاب والسنة. هذا هو المقصود. أقول قبل هذا استغفر الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.